الشعب يريد صلاح المعتقل.
ما شاء الله.
خمسة مرة
هذا الشيء يخدم في حياتنا اليوم. لذلك تطلع برا. ان الذين استحلوا الملف الان يقفون شيدا على المناشدة التي قدمناها في بداية العشرين والاستقرار. ما تنسى 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 ما هي ما تنسى 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 لا
في حالة إضراب مفتوح عن الطعام كذلك محرومين من الطبيب. لذلك نشدد الطلب ديالنا على إحالة المعتقلين الذين أصيبوا بشكل فاحش على المستوى الجسد ديالهم باش يشوفوا الفضل. يناشد السلطات أن تفرج عن معتقلين ديال السبعة. وكذلك بالنسبة للسكينة ديال المدينة تاهي ماشي هاد النهار درنا المسيرة ومشينا نروحو، غادي تبقاو تواكبو وتسولو فين هو الميت. راه عندنا من هنا لنهار 12 باش يدوزو الجلسة بالتسع ديال الوقت باش ربما غادي نقترح في إطار مجموعة ديال الأشكال النظامية واللي الآن مؤقتا كنقولو بأننا الآن في معركة إدارية فقط، ممكن يكون شي تصعيد آخر. لذلك غادي تنعقد، لأن هذا النهار عقدنا ثلاثة ديال اللقاءات باسم لجنة المتابعة في قضايا مختلفة وطارئة، وما قدرناش نجمعوا الصياغة ديال ثلاثة ديال الاجتماعات كانوا أمامنا وجزاء هذا النهار، لأننا كانت انشغالات كثيرة. لذلك غادي توافيكم لجنة المتابعة ببيان مفصل في الشكر ديال المواطنين وفي المواقف ديال المواطنين ديال مدينة زايد. أنا دكتوري محمد، أنا كنت بحق المعتقلين باش تلقاهم قدام. تحية لداليا. سمعوا شنو كتقول، سمعوا شنو كتقول. توحشت بابا وبغيتكم ديروا واحد المسيرة غدا تكون كبيرة. كل الشباب أبناؤكي. نحييكم جميعا، نفض هذا الجمع لنخلص الاجتماع. حتى وحان وقت الان مع الجميع المتابعه في انجاز ما اتخاذ اجراءات مواطنين بنزاع وانتظار وغبطه كبيره. نعود الى منازلنا وننتظر العمل. Thank you.